هتريحني يا تيمو تقولي انت جايبني هنا ليه؟ الله، اكون جايبك ليه يعني؟ جاي نقضي مصلحه ونمشي على طول، بتفائل بيك يا ستي. الله، مصلحتي في الحته المقطوعه دي؟ وبعدين انت حبايبك كتير، مش جايز يكون كمين؟ انا قلبي مش مرتاح للمكان ده. لا ما تدعيش، خليها الله. وبعدين انت مع تيمو. رضا، قومي يلا عشان اتجوزك. قومي يلا عشان اتجوزك يا رضا. أول مرة أحس إن حد فارق معايا. لسه فاكراه يعني؟ حد ينسى أحلى ذكريات الطفولة وأحلى سنين عمره؟ طب فاكرة دي؟ دي اللي كنا بنعملها وإحنا صغيرين. أنتي لسه شايلاها ومحتفظة بيها؟ وأكتر من كده بكتير كمان لسه شايلاه. اطلعي بس ارتاحي وانا هجيب لك صندوق قد كده مليان ذكريات. فين الولاد؟ زمانهم جايين. نورتي بيتك يا بيري. هنا يا ماما؟ هنا في القصر؟ فوق بترتاح شويه. وعادي كده بترتاح شويه؟ مش هي المفروض رافعه قواضي؟ مش مهم، المهم انها هنا ومهما حصل دي خالتكم. مامي شكلك مبسوط قوي. طبعا مهم نلاقي اخوات ونسي ولاده. مساء الخير. بجد انا مبسوطه قوي قوي. عارفه السالوبات اللي لونه روز بتاعك وانتي صغنطوطه؟ انا اللي شغلهولك بايدي. بجد؟ ايوه. السلفات الروز ده حضرتك اللي عاملاه؟ ايوه. تخيلي انه عندي لحد دلوقتي؟ يا حبيبتي بجد جميل قوي. ماما حكيتيلي اللي انتوا كنتوا بتعملوه زمان، حتى المصايب. طب اقول لك على حاجه بقى، مامي هي اللي كانت بتعمل المصايب وكانت بتحطني فيها. هي فين مامي صحيح؟ مامي نايمه بترتاح شويه. يا حبيبتي هي
تعبت كتير. لا بس انتي احلى من الصور كتير. ميرسي المجامله الحلوه دي. محتاجاها. بس انت شفتي صوري فين؟ سلمى عايشه على السوشيال ميديا، اكيد دورت على الاكونت بتاعك ووصلت له. لا وشفت الصور راس البر بقى. راس البر؟ يا راس البر يا دي احلى ايام نوستالجي بتاعتي جد. راس البر هو فين حازم؟ البيت من غيرك ملوش لازمه على فكره. ده انا نفسي ما بقاش ليا لازمه. اوعى تقول كده بقى يا حازم. هو عايز جه، انت كنت فين كل ده؟ معلش في حد كان عاوز يسلم على حازم. اهلا وسهلا. هاي ازيك؟ انا متهيألي احنا اتقابلنا فوق مش كده؟ انا مع اختي بسمه في الاوضه اللي جنب حازم، فعرفت انه ماشي جيت اسلم عليه. ميرسي ده من ذوق. فرصه سعيده. انا اسعد. طب تعالوا معايا نشوف الحسابات بقى. عن اذن. اخواتي بقى بيحبوا يهزروا كده. ربنا يكرمك. انا على قد ما فرحت ان انت ماشي وهتخرج بالسلامه، على قد ما زعلت ان انا مش هقدر اشوفك تاني كل يوم. عارف يا حازم دردشتنا مع بعض كانت بتخلي ايام تعدي، بس انا معايا رقمك وهكلمك واطمن عليك وان شاء الله هيجازونك. ان شاء الله. انا متشكر جدا يا شفت. عايزك اول ما تطمني على اختك تكلميني عشان ابعت لك عربيه تاخدك من اي مكان. عايز اشوفك تاني ان شاء الله. انا لازم اطلع عشان بسمه. حازم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. باي. حلو البيت يا متولي. اجعلوا ادم السعد عليك ان شاء الله. وانت هتبات فين؟ لا بات ايه؟ انا هسيب البلد دي خالص. يا راجل عليك طار ولا ايه؟ طار ايه يا ابو عمو؟ فال الله ولا فالك. انا سايبها بمزاجي عشان بصراحه جبت كفايتي من البلد دي. يلا عايز حاجه؟ شكرا يا متولي. السلام عليكم. عليكم السلام. دير بالك على الدار. ها استنى يا متولي. خير؟ في حاجه؟ المفتاح يا راجل. المفتاح. المفتاح. انا بصراحه المتلتم. يبقى هو ده المتلتم. واخر يدك عني. ما تخافش يا متلت، انا هرحمك من ايدي واسلمك للعمده. اللي عشتيه اكبر بكتير من سنك. انا فعلا كبرت قبل اواني بعد موت بابا. اللي حسيته ساعتها اصعب بكتير من اللي انا حاساه دلوقتي. زي ما اكون كنت في كابوس كده ومش عارفه اصحى منه. وعلي ماله؟ مش بتقولي انك متأكدة انه بيحبك؟ يبقى ايه المانع ان انتوا ترجعوا تتجوزوا؟ والمرة دي هكون بجد. جواز حب. هو لما كان هنا وسافر النجا ما اتكلمش في اي حاجة تخصنا. بس اكيد بصيتي في عينيه وهو بيكلمك. تقصدي ايه؟ اقصد انك لو متأكدة انه لسه بيحبك يبقى لازم تتعبي عشانه شوية. هو لما طلقك طلقك عشان عايز يسيبلك حرية الاختيار، مش عشان عايز يسيبك. طب اعمل ايه؟ كلمه؟ تروحي له. انا عارف ان النجع الفتره اللي فاتت كانت احواله عفشه وما تلدش على حد، بس من النهارده بعد ما بقيت انا العمده انا بوعدكم كلكم النجع هيرجع زي الاول واحسن، وهنرجع وناخدوا بالنا من بعضنا. وباب الدوار ده مفتوح للصغير قبل الكبير. هسمع كل اللي عنده مظلم، وهحاسب كل اللي هيغلط، وهكافئ اللي يكون في عون اخواته واهله. ربنا يخليك يا ابويا. بزياداكم عاد، بزياداكم عاد، انا ما بحبش الحاجات دي. وعشت يا عمدة وربنا يخليك لنا يا عمدة، واللي تعمل لي صينية بطاطس. أنا منكم وعارف كل مشاكلكم، وعندي أفكار وأحلام نفسي أحققها للنجا.
ونفس الناس كلها تبقى مرتاحة ومرضية، ومع وسع حد يبيت شايل الهم. اتفقنا؟ اتفقنا يا حبيبي. وانت يا حاجة ما اتفقتيش معانا ليه؟ اتفقت في سرك.